السيد وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، يعني الناس كلها بتنتظر تصريحاته لأنه التعليم هو أهم حاجة في مصر. له تصريح أنه المدارس التجريبية ستعمل وفقا للنظام الجديد بدءا من العام الدراسي المقبل، وهذا يعني إلغاء 700 مدرسة عدد التلاميذ فيها من 500 ل 700 ألف تلميذ. هنحاول نفهم منه ماذا يعني ذلك وتفاصيل أكتر عن السنة اللي جاية. دكتور طارق مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بك. يعني اي تصريح حضرتك بتقوله طبعا بيشعل المجتمع المصري والناس كلها بتبقى قاعده منتظره تفسير هذا التصريح، لماذا الغاء المدارس التجريبيه؟ طيب انا احب اشرح الموضوع ده طبعا مع حضرتك، وميرسي ان حضرتك سالتي السؤال ده، بس يمكن عاوز اقول ملاحظه قبل كده. اتفضل. احنا طبعا بنعاني كثيرا واحنا بنعمل حاجه كبيره الحقيقه جدا وحاجه جميله المفروض تسعد المصريين من طريقه تعامل الصحافة الإلكترونية والمكتوبة فيما نقول. نعم. لأنه إحنا في كل الحاجات اللي بنعملها اللي الناس مركزة عليه هو أصغر جزء وأقل الأجزاء أهمية فيما نفعل، كأن حد عاوز ياخد الاهتمام بعيد عن الموضوع. لما اتكلمنا عن الثانوي، الثانوي لا علاقة له بالتابلت، وكلمة تابلت بتثير أعصابنا الحقيقة، لأنه التغيير في الثانوي يختص بالتقييم وبطريقة عرض المحتوى وبالانتقال للفهم، والتابلت مجرد وسيلة وليست الموضوع. صحيح. موضوع اللي بنعمله في الحضانة هو أجمل وأعظم استثمار بتقوم به مصر ببناء منهج جديد. إحنا بنغير نظام التعليم من الألف للياء، وبدلا من أن يسأل الناس هو إيه اللي هيتغير، بنتكلم على التعريب، وهو قضية احنا نفسنا فوجئنا بيها. دي اقل الاشياء اهمية، القضية ليست في المدارس التجريبية على الاطلاق. الظريف ان ما حدش بيقول لنا ورونا طبق المنهج الجديد او احكي لي هو ايه، فسيبنا كل ده وحد راح لحاجة تانية خالص. ومع ذلك انا هرد على سؤال حضرتك، احنا بنتكلم على تغيير لمناهج مصر اللي اشتكى منها الناس، واشتكوا من قلة الجودة، واشتكوا من تعدد انواع المدارس، واشتكوا من كل شيء، وبالتالي قلنا لهم هنغير كل شيء، وفعلا عملنا اطار عام للمناهج جميل جدا جدا جدا. مصر تمتلك اطار مناهج جديد تماما بيعمل تحولات كبرى في احنا ماشيين على ورقه بيضاء، بنعمل شيء جديد، المنهج نفسه وطريقه عرضه وكل حاجه. من ضمن فلسفه النظام الجديد هو التمكن من اللغة العربية، تمكن كامل لجميع الأطفال، والتمكن من اللغة الإنجليزية برضو تمكن كامل من أول كي جي 1. فإحنا بنتكلم على نظام سوف يعني باللغات بشدة، ومعاها مهارات حياتية ومعاها حاجات كتيرة جدا ولو التفاصيل كتير. ده على شيء، وسألنا علماء اللغويات كل حاجة، ندخل امتى التكنولوجيا وامتى هندخل اللغات الاخرى وهكذا. فالفلسفة بتاعته انه الطالب بيبدأ تعلم اللغة الانجليزية من كي جي 1، ما بنقولش عليها اسم لغات، ولكن هو هيتعلم انجليزي من كي جي 1 بجودة عالية جدا، وهيفضل بيتعلمه طول الوقت 12 سنة. مش بنسمي المدرسة دي مدرسة لغات، بس هو هيتعلم لغات. كويس. الفكرة انه الكتب، الجدل كله حول الكتب، المواد المدرسية موجودة باللغة العربية في النظام الجديد من الصف الاول لحد السادس باللغة العربية. ليه؟ علشان عاوزينهم يقروا ويكتبوا عربي بجودة عالية، وبعدين في سنة اولى اعدادي هنخلي كتب الساينس والماس بالانجلش. ليه؟ علشان المصطلحات اللي في الفنية تبقى معروفة لديهم باللغتين، وتكون اللغة العربية استقرت. بس هو هيعرف ازاي يعني يجي عند اولى اعدادي ويدرس الساينس والماث بالانجلش اذا كان دارسهم من وهو في ابتدائي باللغة العربية يا دكتور؟ لا، ما هو ده محسوب في تصميم المناهج يا فندم في الاطار العام، معمول حساب كل ده. النقلة دي هتحصل بسلاسة شديدة، دي معمولة بطريقة تدريجية، هم مش هيحسوا بيها خالص، والمصطلحات دي هتبقى موجوده، لان المواد بتاعت اول 6 سنين دي مالتي ديسيبلينري او متعدده التخصصات، بتتعمل بالعربي وبالانجليزي في نفس الوقت في الفصل، فهم شايفينها وسامعينها. احنا بنتكلم بس على اللغه المكتوبه، انما هم
ده كل ده في التصميم الجديد. الاختلاف كله لما جينا بقى نقول هنطبق ده ازاي عشان بس الناس تبقى فاهمه من هو داخل سيستم في تانية ابتدائي واحنا طالعين من السنة الجاية اللي ولاده في تانية ابتدائي او اعلى لا علاقة له بالقصة دي خالص. سواء كان في تجريبي في خاص في دولي حياته تستمر كما هي ما نتكلمش عليه خالص. احنا بنتكلم على اللي هيبتدوا من اولى ابتدائي وكيجي قبلها يعني اذا مش عاوزين بقى حد ابنه في تالتة ابتدائي في تجريبي يقولك وانا بقى اولادي لا ده ملوش دعوة بينا خالص. التجريبي قائم الى ان كل اللي جواه يطلعوا منه وبالتالي احنا لن نمس من هو داخل النظام. فالتجريبي قائم الان في زي ما هو بالمناهج بكل حاجه ما فيش اي تغيير. ما فيش تغيير في اي يمس مخلوق طول ما هو جوه النظام. اوكي احنا بنبتدي النظام لكن احنا التغيير من النظام الجديد اللي هو من اولى ابتدائي. من اول السلم، فالكلام كله اي حاجه جديده تعود على اللي لسه يروح اولى ابتدائي. وكمان علشان احتراما لاولياء الامور اللي دخلوا ولادهم مدارس تجريبيه اولى ابتدائي بتاعه السنه الجايه قبل ما يعرفوا السيستم هنسيب لهم التجريبي بتاع اولى ابتدائي بتاع السنه الجايه كما هو. خلاص؟ اوكي. ده كده، يبقى مفيش تغيير يصيب لا المدارس الخاصه لغات ولا المدارس الدولية ولا المدارس التجريبية على الإطلاق.